مسا النور واهلا بكم الى صالون تلفزيون لبنان وبالحب ابدا رائع انت لا محاله لما تدخل الحب خاليا من ذكائك هذا رايي انا رائع انت لا محاله لما تدخل الحب خاليا من ذكائه وبالمحبة أرحب أهلا بضيفي المؤلف الموسيقي والمنتج أسامة منصور الرحبان أهلا فيك أهلا فيك يا أسامة بالحياة العادية من عيط لك أسامة وأنت على التلفزيون ما فينا إلا من أسامة منصور لا يعني انا بالنسبه لي ما كثير تعني لي يعني انه صحيح انه انت بالانتماء مسير مش مخير، طبعا الناس يمكن بيحبوا هيك بس اللي بيعرفوا بيعرفوا انه انا بمضي اسامه الرحباني ما يعني ما بعتمد ابدا انه على انه انه لازم احط اسم ثلاثي يعني لا احنا مش ب... خليني اقول اكثر مش بيئه روسيه الروس بيئة الروسيه بيستعملوا الاسم الثلاثي دائما وببعض البيئات كثير يعني ما كثير في اسامه ما كثير في بيت رحباني لا انا ب... بس آه. اقول اسمك بحب ردك على بيك حتى ما يصير بدي اقاتل وياك <applause> فلما بحط منصور بالدق خلص منصور بالجمله بنقعد بنحكي مثل مثل الماليزي <applause> ما يوصل صوتي انا وياك لا بتفيق لا الله يرحمه شو اخبارك؟ كيف الشغل؟ كيف؟ منيح و... ماشي الحال اخر حفله <applause> شو عملت هبه بلندن كنا بلندن بالكادوغن هول يلي هو الهوم او اذا بدك الصاله تبع رواية فيلارمونيك اوركسترا كان عندنا حفله مع اوركسترا كلهم انجليز كانت رائعه الحفله والحضور رائع وهيدي من الاشياء اللي بلشناها هلا ان الله راد بعد فتره في الاولمبيا بفرنسا وفي قبلها كمان رح نعلن هالجمعة ان الله رد مطارح تانية خارج القارة الأوروبية وكمان في هون بالعالم العربي كتير اشياء عم نعملها عم نتحضر في كتير ضغط كونسرتس يعني لهيبة حسب الوضع كمان تبعها لأنه ما ننسى كمان انه هي بطلة نوتردام دو باري عم يعملوا هلا بعد ما عملوا الاحتفال بال 25 سنة للمسرحية بباريس بلشوا التورني تبعهم بكل فرنسا انه انه البرمة تبعهم وهي اذا بدك وقفت فتره لانه راحت على لندن تعملنا الكونسرت بعدين هترجع ترجع تستمر تسحب صاحبه كمان تورني بفرنسا لنوتر دام باريس باري وبدها تخللها كتير كونسرتس رح ينعملوا الله يعطيكم العافيه الله شفت من في وراك دغري فوق راسك؟ لا أبداً انت واحد طلع شوف فيروز اوه عظيم بعدها فوق راسك؟ طبعا هي وعاصي ومنصور حلو هودي التلاتة بالنسبة لإلنا نحن وعينا عليهم غير انه اهلنا يعني الانتماء هو حلو انه اكيد العائلة انه انت وعيت بيناتهم معودلن بس لا الوعي اذا بدك الشعبي تبعك والوعي اللي انت بتتعلمه وكل شيء هو هو نعم. اذا بدك توجهن يلي ترسخ فينا منيح واللي اذا بدك هو الينبوع الاساسي اللي نحن بناخذ منه وكل واحد بيشوف طريقه يعني اكيد اسامه انت رحت بمحل غير كل الجيل الثاني زياد بمحل طبعا غسان بمحل مش عم نقيم نحن كلهم الله يعطيهم العافيه غادي ومروان غادي ومروان كل واحد بمحل وانت رحت بمحل ثاني المحل اللي انت رحته محل مختلف عن المحل اللي انت طلعت منه بحكي على صعيد نوع الغناء على صعيد ال... تركيبه بشكل عام، أيه. بشكل عام. انت رحت اقرب للغربة هن راحوا لزقوا اكثر بال 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 بالبلد لا كثير. اتفق انا مش عم مش عم هون عم لا, لا. ده. انا بالعكس عم اقول انه في لحظه من اللحظات بده يحصل هذا الافتراق الجميل وانا بسميه جميل. و... وبدي انت بعد خبره هيدي هال هال 15 قد صاروا تقريبا كثير 40 سنه صار لي بشتغل موسيقى ايه بس انه هودي الاخر مره لا يعني اذا بدك من التسعينات من بدايه التسعينات هيدي إيه إيه الموجه اللي انا جبتها يعني نوعا ما التفكير بدل مغنى بدلش بالتسعينات واللي اثر كثير حاليا على كل المطربين مع هبه بس مش بس قبل قبل مبلش ايه و... خبر مع غسان إيه إيه صليبه هو فعليا يعني هلا بشرح اكثر يعني بأشي معين يعني. أه لا اجمالا الكل اذا بدك عندهم منحة معين من وراء الثقافه اللي عندهم اياها للتعلم كل واحد بياخذ اشياء معينه ما بستثني حدا يعني أه الكل عندهم اياها يمكن انا رحت اكستريم اكثر شيء متطرف في التفكير لانه انا بحب طريقه المغنى المختلفة صحيح هلا ما في شك ما تنسى انت مين اهلنا دي اهلنا وقت اجوا اول شيء أدون الناس على طريقه إطلاقة الصوت على المغنى تبعهم على الموسيقى الشعر التوزيع كل هالاشياء كان في نمط النمط العربي هو فقط مدرسه مصريه صحيح اجوا منصور ومنصور خلقوا مدرسه لبنانيه مختلفه كمان اذا بدك عندها خلفياتها باللاوعي تبعهم هو المدرسه الغربيه فيروز من اول الناس اللي جابوا داينامكس داينامكس يعني اذا بدك قوه النوطه او كيفيه عزف النوتة بالصوت بتحميلها يعني ضغط قوي او او ناعم او كذا او بيانيسيمو او نص صوت او كذا هم كانوا موجودين قبل عاصي ومنصور من وفيروز من التعليم اللي تعلمته فيروز لا هيدا من مدرسه عاصي ومنصور اللي هي أزمن. العليقة بالغرب ايه اوكي اللي بالمدرسه إيه؟ الغربيه هني يتقنون جدا المدرسه الشرقيه وتعلموها مع ابونا بولس الاشقر واطلاعاتهم الكبيره كتير طبعا كان في سيطره كثير كبيره لعبد عبد الوهاب وصنباطي ومكلتوم وسيد درويش وكل هذا وبالاضافه للتراث السرياني والبيزنطي والاسلامي الموجود هون انت بقلبه لكن الغرب خليني اقول اسرع كان بالعلم م. يعني كان حط قواعد ماكنه على كل شيء وايضا بالصوت وهون هن تعلموا كثير وكانوا مطلعين جدا احدى الاسباب يلي كانوا يحبوا هالنظافة بالصوت نحن بنعرف نحن الأصوات إجمالاً كانت 70-80% كلها نزال يعني أه. من الخار وهي تابعة شوي للمدارس الأساسة فولكلورية أو أساسة بلدي لا هيك عفويتها أه. يعني واحد بالوادي بيغني بيغني نوعا أه. ما الصوت دايما أه. من هون مش كتير مثقف صوته لكن المدرسة اللي تجويد القرآن اللي هي كانت مسيطرة بفترة اللي كمان كله أخذ من بعضه الحضارات يعني أنت بتجي من الفولكلور أو من بيئة معينة يعني بترجع بتحولها مثل أو المدارس البيزنطية ثم فيما بعد التراث الإسلامي كل واحد بيجيب هي سبب من الأسباب اللي هي نزال لأنه المقدم كان بده يطلع على المأذنة وبده يغني لحتى ما يعطوا بصوته كان أثبت طريقة أنك تغني عالي يعني البوزيشن تبع صوتك بيكون هون، يعني بتغني مثلا وان يعني يعني بتحط هيك ما بتغني من الصدر نحن أه. بنسميه او ديافراغم اللي هو بيطلع من البطن اللي بيعطي الضغط للصوت، اوكي؟ هون بتقلل النشاز وبتقلل اذا بدك، بس هيدا اقل جمال من الصوت الكامل اللي هو الصوت بس اسامه يعني بايمتى انتبهوا لهذه التفاصيل اللي لها علاقه أمان بيطلع الصوت لا انت بتحسه انت بتحسه يعني هذا بالغريزه عندك هنا نوعا عن ما عندك لا انا عم اقول اذا كان من الادين بالادين امتى انتبهوا انه لا في مطارح تانية ممكن يطلع الصوت هلا هلا بنحكي هل هو إيه. هي هي بلشت هيك المدارس يعني انت اللي بيعملها الواحد اكثر بينون عليها بيعرب اكثر عنده يعني ليه تسيطر على صوته اكثر إيه. المسافه اضيق من تحت لهون أوه. بينما من هون طالع دغري مسيطر عليها كلها بالكاف تبعك هيدا اوكي؟ هلا اكيد بتفرق بين حدا صوته كتير حلو وصوت اقل أوه. حدا بس ممكن. الكل فيهم يعملوا هيك يعني كل الاصوات فيها هيدي الامتدادات تبعها بينها كل الناس عندهم كل هالمكنه خلينا نقول هالمكنه بس كيف انت تستعملها وتشغلها أيه كمان. كمان بيفرق صوتك ربنا بيعطيك صوت حلو ولا صوت عادي بس ما في شك الصوت ممكن ينشغل تيصير احلى ما في شك هلا كمان انت قديش بتكون مثل السفنجة بتتلقى في المعلومات وبتطور حالك وعندك ذكاء تطور حالك هون الاهميه اذا هيك بلشت الدنيا اكثر بنشوف اذا بناخذ احلى مثل هو ام بالبدايات لانه من اي مدرسه جايه وكيف تطورت فيما بعد كانت تعرب اكثر بالبدايات وكان صوتها ارفع وحد اكثر فيما بعد صارت اكثر اقل ليه؟ لانه صار في 2000 موسيقيا التقت فيهم ما بقى يعني لهم العرب هالقد والتطريب بهالشكل اللي يعني اجوجو مفتوح يعني 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 ميه. قد ما فيك تكتر من لا تغيرت مع الصنباطي مع عبد الوهاب مع زكريا احمد مع الاصابجي يعني في عنده بس صار يقله مع الوقت لانه كان مدرسه مغيرة وهذا هو الفعل للتطور الموسيقي المزبوط يعني أم. بيصير آه مع اخوان حباني لما نبلشوا هالمدرسه ما في شك لهم علاقه كمان بتعريب الموسيقى يعني لما كانوا ياخذوا موسيقى غربيه ويعربوا وهيدي فادت افادت صوت فيروز بشكل رائع ليه؟ لانه بالموسيقى العربيه ما في كثير مسافات متباعده عن بعضها وهي جلست كنا نعملها مع عاصي نقعد على البيانو كنا بالمكتب عندنا يقعد يشرح هو وبيي نظريات تبع قديش هن بيعتمدوا على مسافات متباعده ما كانت موجوده وقديش فيها بت يعني بتقفز من فوق <applause> 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 اكيد هون من وراء دراساتهم بالموسيقى الكلاسيكيه وهون للتذكير انه عاصم منصور دارسين موسيقى كلاسيكيه كثير كثير اكثر تصور وبالاخص منصور كمان هون بين ال... باللي عم تحكيه في شادي لفيروز مصورة تقريبا من شي 15 سنة حول هذا الموضوع تحديدا بتقول انه كان احيانا كتير عاصي يجبرني أول شيء انا مش حاسه فيه قوله كنت لما قوله حس انه كان معه حق وبيعرف أكتر مني بصوتي طبعا اكيد يعني بالنهايه بدك حدا يديرك لانه انت من خارج الصوره بدك يستخرج سؤال منك كل هل كل المغنين بيعرفوا طاقاتهم انه لا ولا أم. لا, مرات بيكونوا مثل فيروز في شغله خايفين منها بس انا بيجيبوها بدي, بدي بدي استثني فيروز فيروز عندها الذكاء الاستماع والتنفيذ هذا عظيم واهم شغله بالفتره الكبيره اللي اذا بدك الخصبه تبع عاصي ومنصور وفيروز هي انه كانت مثل حدا فاهمين شو بدهم وحدا عرف يلقط الكلمه وكل شغله وعرف انه هون الشخصين عم يشتغلوا لمصلحتها ولمصلحتهم بان هي هذا تريو هيك اشتغل وهالمؤسسه الكبيره المختلفه عن الكل كان كان تعرف تاخذ بذكاء تفهم شو التفكير كيف يصير صوت قاس كيف يعني يعني البيانيسيمو اللي عندها اياه وهالنص صوت اللي بتدمجه وهون عملت هي المشكله انه اللي جربوا يعملوا مدرسه فيما بعد انه يجربوا يعملوا هالستيل هيدا فهموه غلط محاسبين الناس فيروز صوتها مقلوب لا صوتها مش مقلوب فيروز هذا صوتها وقت تطلع لفوق تعمل سومي فوا يعني تعمل نص صوت تقلبه هيك بيصير ناعم شوي بس ما بتستعمل صوت المستعار مرات بتستعمله مش دائما نحن بنعرف الاصوات هي الخمسه هي صوت النزال اللي هو الغريزه عندك هي صوت الاساسي اللي هو اصعب شيء واللي اجمل شيء تشيست فويس بنسميه نحن الصوت اللي آه مزبوط طالع واللي هو عنده بشكل قوي وعظيم بيرجع الصوت الثالث هو صوت المستعار والصوت الرابع صوت الصفيره هذا ربنا بيعطيك اياه هي ما عندها اياه وصل ساوند عالي كتير يعني بس هو مشكلته كل ما تعلي بصير فيك توطي اكثر بيكبر مسافه صوتك هيدي بتصير عندها مش كل انسان عنده اياها هيدي خلقه تكون والخامس هو انك تعرف تدمجهم كلهم مع بعضهم يتخللهم الاداء تبعك اللي بيفرق بين هيك وهيك كيف ممكن اصوات نوعا ما تاني بس هو الاساس بكل شيء مش عم بحكي عن تحديد نوع الصوت في فرق نوع الصوت يعني في مثلا يكون ميدزو يعني وسطي سوبرانو او تينور او التو او باس او باريتون هو دي تحديدهم اوكي كخامي شو نوعه والغلط الكبير اللي بيوقعوا فيه كل الناس انه الامراه بتغني اعلى من الرجل ب 12 نقطه لحد هلا في ناس بمصر ما معهم خبر هالشيء وما بيعرفوا لا المراه صوتها اعلى يعني اذا المراه بتغني هون انت عم تغني هون اذا بدك تغني مثل المرة بدك تعلق تقلب صوتك لتصير قبالها اذا هي غنت هالقد انت بك... اذا فيك تطال يعني مش بالضروره نوع صوت المرة ارفع وبيوصل بيخرق اكثر من بالمجتمعات مثلا وين تكون قاعد عيط انت متر مثلا تعيطه بالقهوه ما بيسمعك عيط بطريقه هيك متر بيسمع ليه لانه ارفع الصوت اعلى بيوصل اذا يعني هو امثله سهله اذا هون انك بثقافه الاخوان الرحباني هي وتلقوا فيروس بشكل جيد والترجمه للاغاني الكبيره ثقلت لها صوتها بشكل كتير كبير، بالبيانيسيمو، بيانيسيمو يعني بال اذا بدك الترجمات طيب اللي طيب. سجلوها ولا الترجمات تبع التدريب؟ لا لا لا, سجلو عشر 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 15 لا 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 أكتر من 50 -60 أغنية. لا من لا 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 اللي هي بعدين يعرفها أنا عن كتير بجبتهم بيعرفها انا لما عملت كتاب جبتهم من 15 تقريبا لا 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 اكثر انا تفاجات يعني يعني كثير من ترجمات عندهم كتير عاملين اغاني ما فيك تتصور اه طبعا ومتل. ايه وبعده مراحل, مراحل انتبه مرات مش نفس الشيء يعني أسامة انت بتعرف انه تلك الالحان تزهو في روبانا هي هي نفسها بعدين عملها زياد أه. أه. تبع ورق الخريف بعده خفيف هي, هي هي نفسها عملوها الاخوين الحبيبيين بالخمسينات لك قد ايه يعني كثير في ترجمات للاغاني جوني جيتار ااا آآ بعرف انا على الاقل 15 لا لا اكثر بكثير يعني بيكفي تبع الميلاد قديش يعني بيطلعوا أربعة اربع خمسه مثلا واحد ونشيلهم مثلا طب خلينا نضل عم نحكي هلا عن, عن عن فيروز انت عم تستعمل كلمه جميله جدا انه شغلون وتلقفت هي بال طبعا بدها ذكاء مع التردد انتبه يعني حسب رايها مش 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 انا عم وهذا أنا جميل فلسف عليها وهذا شغله حلوه وهذا جميل هذا شغله حلوه لانه امتى لما تكون الامام علي بيقول اذا خفت امرا فقع فيه فان شده خوفك اكبر منه الامام علي بيقول تزبط. اذا خفت امرا فقع فيه فان شده خوفك اكبر منه كانه كانت فيروز بهذا 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 الجو انه تخاف وهي عم تحكي كانت كثير مؤثرة بتقول انه ايه انا كنت خايفه من اشياء كثيره يقول لي بدنا نعملها وانا ما وخايفه منها واعملها رح اعطي رح اعطي مثل رح اعطي مثل كانوا يجبروها تعلي تعلي المغنى عاصي ومنصور كان عندهم بعد دراماتيكي درامي دائما إيه. بافكارهم انه يجب شحن الناس وشحن الناس بموسيقى كانت منحاها اوطى بالم... بال... 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 بالسلم الموسيقي كان اكثر كل ما تعلق تشحن الناس اكثر طريقه مغنى فيروس في كثير ناس بيحتجوا عليه من اللي بيحبوا الطرب مم. كانوا انه يعني انا بعطي مثل صغير اعطي تجربه انا صارت معي شخصيا بنصري وفيليمون في البال تذكر اللي عملناها سنه 2017 في اغاني من تلحين فيليمون وهبي وفي اغاني اذا بدك نحن مضطرين نحطها كنا انه لنصري معموله اذا عم تعطيها لناس بغنوا مطربين حدا من تونس واثنين من هون ما شاء الله محترمين بالمغنى كثير كان عندهم احتجاج انه هذا مش مغنى هذا صريق يعتبر وهذا مش مزبوط كان عندها سهوله انه قديش تغني لانه هي صوتها مدزو والمدزو صوته عالي ويتقن الضغط على المنطقه الوسطى يلي هي كل الوقت فيها ضيان وهون عظمتها كانت الفظيعة فيها انه عندها هالقوه لكن هني كانوا مثل ما يعني يجبروها مثل ما كانوا يجبروا وديع الصافي ودي يعني نفس الشيء رح حلفك بالغصن يا عصفور هلكته بالاستوديو يعني قد ما عيدوها لا لانه فيها ستركتور كثير عظيمه شيء رهيب يعني اذا واحد بدقق فيها بالتسجيل تبعه طبعاً, طبعاً, طبعا رهيب رهيب يعني وبعدين يعني كل جمله عند وديع الصافي قديش اخذي وقت بدي اعطي مثل الصوت مثل اللي مثل الفراشي في فعلا خليني فراشي بتهدي فراشي اه اه بتطير هي هي ضغط بتعطي مثل صغير هي الضغط انك داير على نوتات معينه بتعبوك اكثر من مرات انك تعمل لا لا هائعا يعني من انك تطلع مثلا لا 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 او ده اصعب بالنصب بالوسط من انك مرات انك تطلع أحيان وتنزل أحيان 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 ايه كيف اذا عندك هون إيه ضغط وسط وترجع تطلع ضغط على العالي هيدا هو اللي بيعمل شيء غيري عاصم كان عندهم الشعور دائما بيشرح عن الناس أكتر كمان بعطي مثل صغير احلى مثل بعطيه انا لمين بده يغني كيف بدك اياه يقشط له غني لك دبكه لبنان طبعا بتغنيها فيروز سرعة نفسها اه كله بيقشط كله بيسقط لا ما كلهم براسهم في تطريب وعرب ومغنى ومدري يا خيي على دار حبيبي اذا بتشوف قديش عم تغني بسرعه قديش عندها عصب ايش عندها القوة يلو لأنه يلو بالنسبة لهم في مسرح في رقصة عم بتصير يعني دامجين الاشياء ببعضها وهذا فاد الصوت وهذا فاد هالشخصية اللي محتدمة من جوا عفوقة ما نعطي مثل عم نحكي كثير اشياء ثقافيه هلا من, من انا مبسوط بهذا هلا اذا بعت... اذا راح الحديث عن حللتين وتركوا انا اه مبسوط في, بال... في 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 مقوله عند يعني كثير من المسلمين انه سعاد محمد من اهم الاصوات انت بتعرف طبعا طبعا ايه وفي عندها يعني من احلى ممكن تسمعه يمكن هي اه اه انا نا 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 انا انا وانتهيت اوكي اذا بتسمعها 11 دقيقه فظيعه في ناس بيقولوا حتى هي اشطر من الكل بالتعريب من الكل ما بتستثني حدا لا بلبنان ولا بمصر هالقد في مقوله عند كل الموسيقيين انه هالقد عربه انضف من الكل واحسن من الكل بس هذا ما بيكفي طبعا بدك الشخصيه بدك الاحتدام، فيك تكون مرتقي انت وعم تعمل انه فيك تكون انه نوعا ما مش محتدم، اه هيدا كان موجود عند ام كلثوم. يعني في اول شيء وهذا موجود عند فيروز وعند كثير من المطربين بس هو اثنين بستثنيهم دائما بحكي، ليه؟ كان عندهم الكاريزما الشخصيه، القوه، البيانيست حسب كلمه كان من الاخوين فيروز من العراق لا 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 لا, لا 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 كثير وين عربي. وين جاي وين جاي العراق؟ لا وين مليون مطرح 11 اسمع كل القديم كثير بالخمسينات والستينات كثير وبالقصايد كل القصايد اللي بتسمعها ما شاء الله عليها وبتسمع رج... شو اسمها رجعت ليالي زمان بترجع آه, آه يعني مشغوله على طيب وبتسمع شو اسمه آه آه ترجع هديكي يا لا رجعت ليالي زمنها بترجع تسمع هديك راجعين يا هوا كلهم كلهم فيهم كلهم ما بتستثني حدا بعدين جمال الجمال هو انك تحط الشغله وتكب النوطه والعلبه بمحلها وتشيلها عايز. مش تقضيك الوقت صحيح <تصفيق> <تصفيق> صحيح اوعى ولا يعني يعني حلو حلو هي, حلو هي حلو هي عندنا مشكله بمجموعه من الاصوات اللي اصوات اديره يفترض انه تكون اديره بس هي بتعتبر انه القدره عندها لما بتصير تعمل هذا النوع من عفوا بدي اعطي مثل صغير هي ايه. هي اصعب تقول نوطه هيك لا ولا تقول نوطه هيك لا هي اصعب اكيد انا النوتة هي تلقطها اصعب بكثير نوطه الدغري ايه اصعب بكثير لانه بيقشط صوتك بينما هديك بتعمل لك بتخفيف بتقل او الوسخ ايه بس انا اللي بحس يعني بالعربي في لها مطرح بالغنيه دايما. يعني دايما. انا مره كتبت ذكرت شغله مره كتبت عن صابر الرباعي صابر مشهور استاذ. انه بيعمل كثير استاذ بس بيزيدون استاذ فيهم بس بيزيدوا اكثر حدا استاذ ففي استيز. مره كتبت مرة لعندي هو علي المولى وعم يقول كنت اول مره بتعرف علي فاجئني يعني بزيارة على البيت فقعدت انا وياه وكذا قال لي ليش عم تقول انه كثره العرب بتنزع قلت له خليني اقولك لك ونحن هلا رجال قاعدين قال لي قلت له اذا نحن قاعدين هلا وفي قدامنا مرة هلا بحركه بشعرة عملت هيك كذا بحس انه حركي او بطريقه من الطرق حطت اجر على اجر كذا فبنحس نحن هودي العرب تبع هيدي المرأة يلي بيلفتوا انتباهك الها بس لما اذا كل الوقت بدها تضل تعمل هيك وبدها تعمل هيك وبدها تحط اجر وبدها شو بدك تصير جميل يعني هلا جميل كثير ايه قلت له بصير رقاصه قال لي بصير رقاصه قلت له احسن جماليتن هود العرب بمحله لازم هو, هو نحكي شغله هو نفسه هذا الشيء بيتطبق على مثلا اذا قدامك سكر وقطر وشوكولا وقشطه وجاتو اخر بتقول دخيلكم وقف خلص مش هيك؟ هيك هيدا اه. اه هذا هو صحيح. بدك تعرف وين تنزل العربه وين تشيل على اي حرف على اي موضوع ويكون انت حافظ وين الكلام شو الكلام اللي بيستحق الواحد يحط عليه، وبعدين نوع الموسيقى ما, ما نختلف بالعالم العربي اللي يحكم الموسيقى اذا بدك او الاغنيه هو اكثر الاغنيه الليريكيه، اللي هي الشعبيه كل الوقت، يعني مثلا الدراميه يلي ادخلها الاخوين رحباني واشتغلوا عليها بنوع معين بالمسرح واكثر نحن اشتغلنا عليها وانا خليني اقعد اعتبري اكثر الدراميه هي الاكثر اللي بتتطلب اذا بدك وجع ومتطلب اذا بدك الاشياء المتطلبة بالصوت بتقنيه الصوت اكتر لا لانه بدك تترجم لحظه خلينا نروح مع الفاصل بس قبل ما نروح مع الفاصل نرجع للموضوع ذكرت هلا لما قلت لي شوكولا وما بعرف شو وقطر وكذا بس كنت روح لعند بيك الله يرحمه بس اوصل انا يقول لي يا تريز جيبوا له شوكولا قلت له يقول له يا اخي اللي ودي بدك بدك انت مش ما هي الحجه حجي حجي بعض الفاصل لك بهذا الحوار طيب أسامة انتهينا بالفقرة الأولى عند تعريف الأصوات وهذا بدنا نجرب نقربة شوي لل بين الليريك والدراماتيك آه. شو كيف تفرق يعني مثلا اعطيني غنية بتقول انت هيدي ليريك يعني بعطي مثل صغير إيه؟ اللي بيقدروا يغنوا رح يكون واضح مثلا رح هيك رح سميهم مش كثير كل الناس فيها تغني دراماتيك ايه؟ اوكي اكيد أكي مثل شو دراماتيك يعني, يعني مثلا بعطي بتذكر يا وردي طار في ما في محطه هذا آه الحوار بين فيروز وحاله هي وحاله إيه؟ فيروز اللاوعي اللي مش موجوده عم بتغني بامر بشراسه ومتطلب هالشخصيه المحتدمه كتيرة لو انت عندك ليريكي اذا ما عندك المقدره ما بتعرف تغنيها الفيروس اللي عم بتجاوب هي المنكسره اللي هي خفيفه هي الليريك هذا احلى مثل ممكن تعطيه مثلا لا. هلا باغاني تانية هو اللي فيها متطلبه لموقف معين من الاغاني السياسيه اللي كانت مثلا اه. زهره المدائن اه. مين حدا بيقدر يصرخ مثل فيروز بداية مثلا ما فيك المطربات او بيقولوا يعني. صغير بلدي وين بتنحط باخرها ايه باخرها أو بتقول يعني حسب أه. شو حسب الموقف كيف بده يكون أه. بالمسرح اوكي مطارح تانية الناس التانية انتبه انتبه خلي خلي يضل هون شوي هون أه. ببين وكانك انت رحت اكثر على التمثيل او على التشنج ما في هذا ال... هو اسمه دراما آه. دراما ماخوذ من انه أه. المنطلق الاساسي له هو موقف تمثيلي انت بدك تترجمه بالمس... بالصوت بس الدراما يعني مش معقول يكون مثلا واحد مثلا أنت عم تغني هي طريقة تختلف تماماً وصوت يختلف تماماً وإطلاقاً تختلف تماماً يعني مثلاً مش معقول يكون صوت طربي كل الوقت وهو عم يغني موقف محتدم أو يتطرب دراماتيك أعطيني شيء لأم كلثوم مثلاً ما كتير عندها ما عندها؟ هي أكثر ليريكية رغم أنه ذكوريتها عفوقة بدنا نذكر شغلة مهمة عند أم كالتوم بالم... مش لازم نقارن نوع أنواع الموسيقى ببعضها خليني أوضح لحظة واحدة أسامة أه ام كلثوم بالغناء العاطفي تبعها حتى في الغناء فيها ذكوري شوي ايه بس إيه. صوته بيبقى ليريك ما بيوصل لل كله ليريك كله ليريكي بس رائع بس هي اهميتها طب ليش؟ هي اهميتها درماتيك. عندها نوع من الاحتدام عندها صوت العريض شوي مع ذكوري شوي فهمت في كيف؟ انه بتحسه بيدمج نوعا ما من عبد من الحليم الشخصية. عنده دراماتيك اكثر لا لا وردي كثير وردي كثير انا مش من انا بحبه كثير بس ما مش من أحنا أي يعني بيه يعني بيه بيه انا يعني انا اقرب على مثلا اذا بدك الاصوات سعد وهاب أنق اللفظ وأنق المغنف هي اهميه الناس لازم تعرف واتقانه للتاليف الموسيقي للقصائد وهذا هو أه. اللي خلى خضعت العرب على التاليف الموسيقي نوعا ما بالقصيده هو تاليفه خلينا نعتبر انه القصيده هي تاليف موسيقي لانه التاليف الموسيقي بالمعنى الكبير هو اللي بيعمله كان منصور وعاصي يلي هو يتضمن كل انواع الستركتور تبع الموسيقى يعني من توزيع فرد مره براسك مع الاصوات مع كل انواع الكونترشان والفوج وكل الكونتر اللي واللي بتعمله بتدخله والاوركسترا وطريقه تفكير الفارياسيون والتايم كيف بيروح بعدين مطرح ثاني مختلف تماما بس بالقصيده فيها هالشي اذا خضع هون نفس الشيء بين بعضهم كيف بيقدروا الشيء شو عملوا فيها؟ لا مرة به بيورلي تماما اغنية عبد الوهاب عملها أه. انه اه مع ما بيحبش سعيد عقل ما بيحبها ابدا غريب غني ما بيحبها هو بس شفت لازم يحبها لاجل شعره ايه لا بس فيها بيت يا زلمه طبعا حرب سعيد عقل عم هذا المعلم الاول يا زلمه بيقول الهوى لحظه شآمية رق حتى قلته نفدا خلص رق ال الهوى لحظة شآمية رقة حتى قلته نفد شعريا اه شغلة اه بقى اه بس انتبه خلينا نحكي شوي عنها هاي بس اه جملتين اه تاتي اه توزيعها كان هائل اه تم يا زلمي اه انا سمعت توزيع الها بالشام لك شيء لحظه لك بمجد الله هو الناس لما بتفهموا انه الاخ رحباني كان بارت من التوزيع تبعهم هو تاليف موسيقي مش انه انت بتجيب مثلا قطعه يعني مثلا في خلاف كبير نشا بين كثير من المستمعين انه لما غنت فيروز اغنيه يا جاره الوادي مش هي. هي اهميتها لجاره الوادي غير انه غنتها هي بس غنتها على ستيلا المصري بده اياها تغنيها مثل المصاروي صحيح يا اخي هذا غير شو غير صوت غير طريقه تفكير اوكي آه التوزيع تبع طريقة التفكير، توزيع جديد الربع صوت يتوزع بهالطريقة هي أهميته كان وهون كان إذا بدك منفذ جديد أو أوريزون جديد، أو أفق جديد للموسيقى المختلفة تماماً عن الكل. برجع هون برجع بقول أنا الأصوات اللي اللي عندها ثقافة نوعاً ما واللي تتقن المسرح فيها تغني ليريك ودراماتيك تتقن المسرح التمثيلي إيه عندها ايه. بعد يعني بعطي مثل هيبة ايه هبة طوجي كارول سميحة مش كتير الناس هن اللي انه بيتقنوا هالشيء بيقدر يكون واحد صوته كتير جميل بالليريك بس ما بيلبق بهالاشياء روزا في تعمل اشياء من هيك ايه اذا بدك اكتر بس انه بلوتو اكتر ليريك هي اكتر ليريك تتقن هالشيء هي بس هو ديك عندهم اكتر كمان كمان له علاقه باساس الصوت ايه باساس الصوت وبزياده كمان له علاقه بالثقافه الصوتيه وكمان بال الغرب اذا بتفهم مزبوط الموسيقى الغربيه بتصير تعرف تستوعب وتطبقها وهذا اللي عم نعمله مع هبه الشكل طب هبه مش حاجتها بقى هودي الليريك ال كل شيء في كل شيء يعني كميه كبيره من الموسيقى نحن م. موجوده ليك الصوت اللي اذا انت عندك لاعب كتير منيح بالملعب تستغل له كل شيء عنده م. مزبوط وهذا الموجود وهذا اللي انا بشتغل عليه في من كل الانواع تسمع قصيدة يا حبيبي كل ما في صمت نادى هي روعة من أولها لآخرها الطريقة في إشياء تانية أنا بلحنها بغير طريقة بدي إشياء أكتر بدي إشياء مرات مضطر هالشي عفوقة هالشي بلشت وأنا بالتسعينات وقت البالتنج نحن بنسميه او حد يضاين على نوته معينه يعني لاسباب تاليفيه مش لانه بدي فرجي شيء لا يعني انا بدي مثلا اسمع هالصوت يكون بعده هيك والموسيقى عم تلعب اشياء ثانيه بالوقت هيك كان مع غسان صليبه وبلشوا الكل يعني اذا بدك اذا بتشوف الموسيقى اللي صارت تعلى شوي 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 بالمستوى الغنائي ما كانت موجوده قبل انا بلشت بالمسرح هيدي وفجاه صفى كل الشباب بجربوا يعملوا هالطريقه بس بطريقه مرات قالوا يستفيدوا كلهم كلهم ما بيستثني حدا وحتى بالم... انه الواحد يضاين باغنيه بنفس طويل يعني هذا اذا بدك اذا بدك واضح كثير انه بكل موسيقى انا بعمله كثير ان كان بالمسرح او بالمغنى يعني في بختام شيء بختام المغنى ايه طبعا او ختام المقاطع ايه طبعا أو ختام المقاطع في, في, مرات بس هو بيوصل لمرحله اسامه بصير كانه مثل بعضه حسب وين وكيف تعمل ايوه مش كل غنيه عندك اياها هيك لانه اغلب أه. الاغاني بس تحسها بهيك بس توصل لهذا الشيء بس ينعمل هيدا بالصوت بتحسه كانك انت سمعانه او كانك سمعانه يعني أو يعني احناها. يعني بالنهايه مش دائما حسب وين الموقف حسب شو الاغنيه اه واضحه يعني مثلا في الـ في الـ في هاي الماده الطويله اللي بتعملها هيبة تاريخية خليني اعتبرها اه بكل بساطه اه تاريخية بس اذا بدك تعملها كل يوم بسنة العربي لا غير شيء هيدي, <applause> هيدي هيدي الاهداء لمؤلف القطعه اللي هو ميشيل جران بفيلم ينتل مع باربرا سترايسند وقلت له اياها هبه وقت التقت معه وكان كثير مدهوش بصوته وبطريقة كيف عملتها لأنه هي نوع إذا بدك مثل مثل ديديكاس كاس إهداء لإلو ب... أنا عملها هيك بيانتول يعني آخر شيء حطيتها بقلب أغنية لألو تانية وذكرها أنا بال... بال... بالكتيب تبع الأسطوانة إنه أو الألبوم إنه هيدي قد ما أنا بحبه بحب هالقطعة هل... هالموسيقى هي لأنه له وحطيت هل... بالفينال هالشيء وهي مسائبة أنه عندها هالنفس الطويل اللي كمان ربنا بيعطيك أنت فيك تزيده 20% مش أكتر عندك هالمساحة وعندك كل هالتقنيات اللي بتتقنها بتستعملها إحنا بستعملها بكل بساطة وبعرف قديش نعدوا الناس بطريقة غير مباشرة كل اللي بيغنوا هلأ اللي أكبر من هبة واللي أصغر من هبة كله بالكونسرت عم يجرب يعمل نفس الشيء بأنه كيف البالتينج حتى بالريفس اند رانس في ناس ما لهم علاقه بشيء هن يعني بيتقنون الموسيقى العربيه فبيدخلوا حالهم انه يعملوا حتى الغنى الغربي نحن ما بنغني غربي تنغني غربي مسائبه نحن بثقافتنا وبحبنا للموسيقى ومن حتى هالاشياء بالمسرح او عندنا بالكونسرتس بس مثلا هبه وقت تيجي لهون بتلاقي اخر هم غني غربي ما عم تغني برا غربي فهمت كيف عيشه برا حدا عنده صار اجر بالعالميه ما اخر همه يجي انه يعني باهم مسرحيه عالميه تبرم صار لها 25 سنه المسرحيه وصار لها هي بطلتها 98 سنين يعني بتقول لك بيجي لهم بغني موسيقتي بغني اغاني صار لها هي بطلتها خمس سنين المسرحيه ثمان سنين صار ثمان سنين ايه وهي ماشي المسرحية طبعا امتى بياخذوها منها بس يصير عمر 40 50 ما, ما علاقة مش ما علاقة هي مرات صارت بصر. 40 ولا صارت <applause> لا ولا بعد ابدا مع بكير منيح بعد بكير بقى يعني قليل هالشيء يعني الواحد بده يكون عنده هوية عبد الغني وهويته تكون مبنيه على شيء اساس وهي من البدايه صوتها كان هيك من اول اغنيه اللي هي مثل الريح كان عندها ليفل بالنسبه للكلكل كتير عالي ومنه انطلقت انه هيدي هويتها هي بتسمعها بتقول هي هون اهميه الناس ما بيفهموا شغله بالصوت عبد الغني هي إيه. إيه. فيك تعرب منيح وفيك تعمل مدري شو بس مش ضروري يكون جمع. عندك هويه يعني مثل مثل الاستاذ العربي سأيل. بيقدر يصلح لك كل فردك او كل القصيده بس ما بيقدر يكون شاعر واضح واضح خليني اقول لك شغله اسامه قديش يعني انت وعم تشتغل على هبه على صوتها ويبين قدامك هيدي الطاقات هي يعني بدي بدي مش الاستاذ مش الاستاذ لا المكتشف او سبق اللي بيلاقي شغله شغله المزارع طبعا. المزارع اللي عم يعتني بدبتة بدك تفهم بدك تفهم الارض والتربه اه اه والندى اللي بينزل والجو والغطايبة والجو اللي عم يدور هيدي التربه وهيدي حط هالنبته ولقاها بعد خمس ست ايام عم تطلع من هون وعم تعمل هيك وعم تعمل هيك احكي لي شعور هذا المزارع لا لك شيء من اول اللقاء اول اللقاء كان انه انا عم بسمع صوت لقيت صوت الباز تبعك عظيمه بس أه اكثر هو شفت واحد بعيونه بتشوف الواحد كيف هو هيك مثل النمر ناطر بينقض على الشغل في كيف هيك الناظر عم يسمعك مزبوط وخلفيته عم يعمل مسرح طبعا هي درس اخراج وتمثيل آه يعني فهمين مزبوط وعنده خلفيه ثقافيه كبيره للاغاني النصيه اللي بنسميها نحن شانسون تكست يعني مثل جاك بريل مثل فرا مثل بس في حكي كتير يا يعني بس هو انا فرجيك نص عملته يعني كنص لك يا اخي صفحة كاملة طب مين بده يعني لا الناس اللي تحفظها هي بدري كيف حفظتها لا, لا خلينا ما بتاخذ بعين الاعتبار لا عزو انت عزو خلي خلي خلينا, خلينا لا ما بتاخذ بعين الاعتبار انه كبر النص كبر النص حجمه صوره بيطلع بيطلعوا له بالقليل 20 سطر اكثر من 25 لا, لا, مش هيك غير شيء خلينا نحكي شو ما هي اسمها اغنية نصية ايه ات اتاكست يعني بعطيك مثل اللي هن اشتغلوا عليها بالعالم العربي هن الاخوين رحباني بكثير مقاطع وأما أغاني عملوها لفيروز كثير عندن من مش شو خذ أي شيء مثل زهرة المدائن هي شونسون أتاكست لو أنا الشعر بس هي نصية عندها نص كثير كثير خذ خذ أغنية تانية أي أغنية بدك إياها مشوار على الدنيا بي... طويلة ز... ز... زهرة المدائن فيها تنويع بين هذي خي... من... ما... أنت بدك تقولها خذ مشوار جناح الدنيا أغنية ويه. طويلة ويه. بتفهم هيك عنده نص له معنى نص إلو تقله نص يعني لك اللي عملوه إيه عبقرية بي... منصور وعاصي خليني بس اقول يلا قول اللي... العبقرية الموجودة عند الأخوة الرحباني عند عاصي ومنصور هي انه بكلمات وتعابير صعبة لحنوا بينما كان مستوى الشعري ينحو بمنحة وردة فهمت كيف؟ يعني هاي الشغلة وهون النص عندهم دخل بشكل قد طوعوه لقلهم وهون انت بتعرف انه نقلوا من اوزان الشعر على الموسيقى للموسيقى حطوا بالشعر اذا هيدا الشيء هل ال هل 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 بطريقه العمل هذا اللي عامل هالشغله هيك هون ب... عم بحكي وتقول شانسون اتيكس يعني مثل جاك بريل ما بتفهم النص وبدك تعرف تقوله باي طريقه ما يعني. شغلة. اللي لك انتظر يعني لا انا عم بشرح بال... 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 باللي فيها نص طويل أيه. يعني مثلا انت بتاخذ غنيه غنيه لك وطنيه لانه دبكه لبنان بالملئه تحس المقاطع الثاني بيطول النص بصير ليش لانه سريع هو اساسا هي حركه راقصه هي اكثر حركه راقصه عندك انت لا عم يكون البعد الدرامي بالجملة الموسيقية واضح تماما بالصوت واضح تماما بس النص كتير او انا عم اقول لك انه انا من الناس بيحفظوا ولما بحكي عن مثل صغير لازم غير النظام طولها سبع دقائق إيه؟ الناس حافظتها من اولها لاخرها ايه لازم غير النظام ولا كلمة بتعيد حالها ايه ولا كلمة بتعيد حالها انتبه انت قول شو لانه الناس بيهمها بحسب شو هي القصة كيف بتعملوا على لا بداية ولا نهاية اوكي اللي هي طبعا هي انا اعملها وبعدين الموسيقى بترجع بتفرق مطرح تاني بس انه كمان شعر اللي هي موسيقى مختلفه تماما انت شو بتقدم للناس وقد الناس بتحبه وبتتعلق فيه انت بتعرف انه اغنيه مثل البدايه ولنهايه اللي من غنتها هيبا بدو فويس رجعت الاغنيه على التوب 10 بفرنسا يعني تخيل الناس رجعوا است... احيوها احيوها عن جديد عن جديد بالتوب ال 40 طلعت بالاول دغري من ورا لانه ليه الناس بترجع تتذكر؟ لانه انت كيف تقدم الاغنيه واي طريقه هاي الناس بتاخذ لك اياها انت إيه؟ عامل خطك بعدها خليني اقول شغله علي وبرافو عليك لا لحظه لحظه مش هون بس القصه مثلا بغني لك يا وطني اللي هي شعر غادي هي انا بدي قصه واحكيها وبلحن كثير بيزعل وهي هيك اغنيه عاديه فيها تكون عاديه يمكن حبيتك بتطلع كوبلير وفلان كوبلير وفلان وخلصت، حسب شو مش كل شيء بدنا اياه يلا بنعمل الأغنية أغنية اغنيه قديش عم انت وغدي على النصوص؟ كثير <applause> كثير مع منصور كمان كثير هذا ال... هذا الحلو انه الجمال هو هيك وكمان هو بيجي يعني هي 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 اذا بدك مثل مغناطيس القصه انه كيف تحب الاشياء حسب شو اغنيه الربيع العربي هي اغنيه نصيه بتحكي عن الحوادث اللي صارت بالعالم العربي انه اللي, اللي انا بشوفها بطريقه بشعه انا كان عندي فكره معينه حطيتها كتبتها اعطيتها لغالي كتبها انه بد... هيك بتتحاسب شو نوع الاشياء يعني هيدي تحفه مش انه عم اقول عم اعمل اغنيه عاديه إيه هلا هل... مرات باغنيات عاديات إيه انت بتسمعهم عادي يا اخي انا سابل يعني اسامه إيه. انا مثلا لما بسمع على هبه. في بعض المطارح اللي لها علاقه بال... بالبعد الدرامي اللي بتكون عم تقديه بتحس بحس بقوة ما عندها ولو اني ما حبيته، انتبه. يعني اه يعني مش فهمته. مش كتير. فهمته، أه. يعني انا فهمته وعرفت انه كي شو عم تعمل فيه يمكن انا ما بحبه بس حاسس حس... حس بإيه تتعود عليه. هلا ايه هلا ممكن هذا اللي أه. عم اقول، أه. انا عم اقول شغله تاني انه لما سمعتها مثلا بيا حجر يا حجر. طبعا اغنيه من ضمن أه. اغنية أغني 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 ليريكية أه؟ يا صيف بصيف بيرن. أه. يا حجر يا حجر هالغنيه البسيطه هاك الغنية الشعبيه الحلوه. اللي فيها ما بعرف فيها شجن بياخذ لعنى. يا زلمه انا حبيت صوتها زياده عم بحكيك هي صوتها رائع بدك تنتبه انت في نسبه من الجمهور كثير كبيره مثلي بس مش انا مش بالضروره انا اكون اطبع كل الناس شو بتحب لا ايه لا لانه خبرك بس ولا أنا لك لك ما كان في خليني اوضح لك لو ولا ما كان في عندك عاصم ومنصور وفيروز فهمت انا لانه كان بس الجو بقول في جو مطلع. انا مثلا هذا اللي بقوله انا بسمعه من اراء كثير ناس يسوى كل واحد أنا. عنده شيء انا بسمعه من اراء ناس انه بحبوها يسمعوها بالاغنيه الشعبيه اللي كذا مثلا ايه. انا سمعت راي لا يمكن غسان غسان ابن عمك ايه. بيقول انه انا بتمنى من قبلها ما بعرف من أين أي فين بتمنى انه يا اسامه يلحن لها لهبشه تقدر تغني لما يصير عمرها 40 كله بتغني ما في مشكله سارة بس في جانب منه <applause> في جانب منه بتحس انه مثلا 40 بده يخسر شوي صوتك لا 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 ما 45 بده يخسر صوتك يا حبيبي المشكله انه آه اول شيء نحن ما لنا نقيم صوتي بهيبة صوتها واضح مش عم نقيم كثير رائع كثير خليني اقول صوت فيروز بالاول يعني مفرد كثير بالعالم آه العربي يعني وبمقدرته وبجماله حتى والاحترام الموجود لها برا هذا هو احلى دليل فهمت كيف؟ آه هون في كتير ناس مع هالطريقة أنا كيف بفكر واللي عديت كتير ناس وما بحب سمي لأنه بعرف بكل مرة مين كان عم مين عم يجرب يعمل مثل هبه بعرفهم <applause> مين هن <applause> يعني, <applause> يعني وهن أساتذة بالمغنى ومنيح كتير بس بعرف كل واحد شو عم يجرب يقلد بس دايما عينه على غيره وما بده يعترف فيه فهمت كيف هيك دايما اللبناني <applause> أما بالنسبة للأغاني طبعا ما في مشكلة المشكلة انك تسمع مزبوط أنت الموسيقى بعدين أنت بتألف إذا بتحدد تفكيرك أنه أنا بدي أعمل غنية صغيرة متلي متل الكل فيك تسمع كل الناس اللي عم يغنوا بينما انا عم بعمل موسيقى ونحن عم نعمل اشياء جديده بنشوفها نحن مثل ما بنحبها بس انت انت منتج انت منتج وعندك نظره انتاجيه طبعا انت بتعرف انه حتى عاصم منصور لما كانوا يعملوا يحسوا في فنية نوع معين بده يمرقوها هلا ويمرقوها بيسوى هيدي بيسوى هيك اه كل واحد بيفكر صح شيء صح صح الدنيا ما بتشبه بعضها كانت بعض تنجح انتبه انا ما عم اقول لك تتشبه فيه انا عم اقول لك يعملوها تطلع فنية ناجحه تطلع شعبيا لا لحظه هذا النجاح كله موجود حتى نحن أه. يعني الفرق انه عندك اكثر مرنية اكثر من 200 اغنيه في عندك تس تفتح وبتسمع يا لطيف بس انا ما فيك إلا لها مرايا كاري ليش عم تغني هيك او ويتني هيوستن ليش عم تغني هيك لا, أه. لا أنا, انا مش عم خليني خليني اوضح شيء عم تغني أه. الحياه عم تتطور أه. والعقلية عم تتطور أنا عم بقول في نوع من الأغاني أنا حب أسمعه بزلطة موجود بس أنت مش عم تسمعه لا <صفيق> <صفيق> <مع وجه> اه بدك تسمعه بدك تسمعه يعني لو بدك تسمعه بتاخذ الألبوم تقعد مزبوط وبتسمع هلا بس <صفيق> بعدين عندك الألبوم شو أنت, انت بتنقيه وين ما بدك صلبني لا 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 بس لا صوبني ساعة ونص لا هو لا والله مش ابدا يلا بالعكس هذا مثل ما بقول ثقافة بالعكس انا بدي اقول وضح نقطة هون اهم شيء انه انت لما تعمل الموسيقى انت بدك اياها انت مثل ما بدك ما بدك مثل العالم صحيح تخضع للناس شو بدها بدك انت تسمع مثل ما بدك على فكرة على فكرة هذا الكلام المنطقي اللي انت عم تقوله ما في فنان كان عنده شوية شوف أحلى شيء بيقوله مارسيل خليفة أنه أنت عم تعمل شيء بالصوت ما حدا بيسترجع عمله هون شوف عم العربي. شوف للمستقبل باللي عم تقوله أنت المستقبل الغنية لمستقبل الموسيقى هذا ما حدا بيقدر يناقشك فيه ولا بشكل من الأشكال ب... وأنا بالعكس أنا بالعكس حتى لما راحت فيروز بهذا الاتجاه تبع الدهور على هدير البوسطة أنا قلت حقه أنه تروح هيك ولما راح زياد وعمل خط تاني ما خصه بأهله قلت أنا حقه أنه يروح أيه محل مفنده أيه. أنت لما بينحكى عن, عن, عن حديثك أنا بقول أهم شغلة أنه حقه أسامة يروح محل مفنده المشكلة تعرف ليش قناعتي شوي أيه. قناعتي أنه أنتو ولاد هالبيت إذا تفرعتوا احلى بكتير طبعا من إيه؟ 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 ما تكونوا فرسي فرسي ما قلت يعني شو بدك تعمل انه اغنيه إيه؟ مثلا عاديه بكل بساطه كل انسان بيحبها مثل ما هو انا بحب مثل ما بدي بعرف قديش هاي. اعطي مرات للناس وموجودين يا خيي وطني بيعرفني كل الناس بتحبها ومن اصعب الاغاني ما حدا بيغنيها هاي. صح لحد هلا ما حدا بيغنيها صح طب صعبة صعبة طب بس الناس بتحبها يا لطيف اي اغنيه بدك تعملها وتقدمها بينما زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها <تصفح> بيسوى غنيها بس ليه بدك اياني الف مثل صحيح. الناس صحيح صحيح خليني انا معك خليني اشرح نقطه اللي لازم تعرفوا اكيد اي انسان بيجي تيغير اول فتره الناس بدها تتعجب تع... اشرح اكثر العالم العربي المستمع كان معود على نوع من الالتو بالمستوى الصوت المنخفض علي شوي اوكي مع الاخوان رحباني علوه مع فيروز وكان في بعض الناس ضد تمام ما كانوا يتحملوا هالصوت فراحوا وهي شغله ببعلبك موجوده يعني انتبه يعني بالأمدة ومع بعلبك كانت موجوده التنطيط ايه طبعا كانوا يفضلوا الموسيقى المصريه انه ما فيهاش انفعال وما فيهاش انه صريخ وما فيهاش عطو وما فيهاش نواح قالوا له قالوا قالوا لهم بالاخر عاصي يعطونا ليره ليره, ليرة. لا مش <applause> لا. هو على هو منصور مضو كونترا فيروز بليره <applause> لهن ما بدو هي صارت بعلبك اخر شيء لكن ليك الغلط انه هيك ما, ما, بتشوف الشغله بعدين صار صافي يعلى اكثر الصوت لمن فات السوبرانو اكثر بالعالم العربي صار يعلى يعلى وهي نفس الشيء انت بدك تتطور اذا انت بتحب مثل ما بدك القديم بعطيك احلى مثال الشعراء وفي في ناس من المثقفين والجرايد المسؤولين عنا اللي هن بيعملوا اذا بدك جيتو معين شيء او لوبينج معين هني بدهم بالشعر يعملوا اللي ويكسروا كل شيء وينتقدوا الشعر اللي شو اسمه، اذا انت بالموسيقى عم تعمل نفس الشيء بلاك عم نسمع القديم خي كيف هيك؟ مش صحيح. انت بتقرر انا بقرر انا بعرف الموسيقى قد ما انت بتعرف بالشعر هيك يعني. ما حدا بيقدر يحبس المي والمي الا ما تلاقي منفس تتفجر منه صح مش هيك بيقولوا عاصم وصور صح لنروح مع الفاصل ونرجع النار اللي شعر أحمر هلا أنا عرفت مين اللي بيختار مرسوم مكتوب بالعالي المسار بيبي عم شو بدي بهالعيش راجعه مثل الاول عيش رح ازرع ايلي ولا بعد بعدي العيش متحاشيش و طيب اسامه انا بعرف انه انت هلا نحن وصلنا لنهايه الحلقه وانت بوجودك بجمعيه المؤلفين والملحنين من المجلس يعني الشاطرين بمحين. بالمجلس رأيس خبرني شوي عن هالوضعيه اللي هن فيها الوضعيه هي سيئه كثير حاليا بلبنان مش عم نقدر نلم عم نجرب قد ما فينا لانه لازم وزاره السياحه توعي المطاعم والنايت كلوبات وكل اي مطرح بيلعب موسيقى انه في حقوق للمؤلف والملحن هذا واحد، اثنين وزاره الثقافه عندها شغل كثير كبير للتوعيه واللي حتى تجبر الناس تقنعهم انه هيدا مش ضريبه، هيدا حق للمؤلف والملحن، هيدا الفرق، هذيك بيفهموها انه ضريبه وهداك هيك، الغلطه الاكبر هي بالمسارح كلها والتلفزيونات والراديوات يلي هي ما بتلتزم انها تدفع حقوق المؤلف والملحن، اوكي هاي من ميل، ميله ثانيه يعني بعطي مثل صغير اذا انت بدك تروح على مطرح مسرح كازينو او فورم او مكان هاو مش مفروض يستقبلوا عمد الغني اذا جاي يغني اذا مش عنده موافقه من الساسام ف... قبل يعني هلا انا بحفله لندن قبل ما اروح بشهر قدمت البروجرام تبعي للبي ار اس يلي هي بتمثل الساسام بلندن اوكي هاي شغله شغله ثانيه كل الناس لها حق تلعب موسيقى كل الناس بالمرافق العامه وبالمسارح ممنوع حدا يمنع حدا انا اسامة الرحباني رئيس مجلس مؤلفين وملحقين ما الي حق امنع موسيقتي عبد الغني دقه بمسرح مش لانه انا ابن عائله الرحباني كيف هلا ما عم بتقول الرحباني ممنوع يدق و... ممنوع هي غلط ما في شيء هيك ممنوع ما فيك تمنع حدا ولا شو بيطلعوا هالبيانات خليني اقول لك خليكم و... واضح يعني لما انت بتنتمي لشركه الساسام هي مو لجئ تلم حقوقك من الاداء العلني اوكي شرط انه يكون مطرح ما انت عم تدق بيدفع الموسيقى إيه. اوكي يعني تخيل انت اللي هي من سياستها ومن اذا بدك قوانينها انه انت لما تنتمي لها هي بتنوب عنك ما بقى انت تتعاطى بعدين ما ننسى في مؤلف وفي ملحن وفي ناشر ما حدا بينتبه انه نحن لحد هلا نص المصريات اللي بتوصلنا 50% مش لالنا بيروحوا للناشر بعطي مثل يعني ان كان عاصم منصور او منصور وحده او انا او دائما الناشر له، الا اذا انت كنت ناشر اعمالك بيجيك الحق كله. اوكي؟ سو انت ما فيك تتصرف لانه الناشر اعلى منك بطريقه التصرف بطريقه اداره الاشياء. هلا انت ممكن تطلع بفتوى تقول انه انا بقدر بوسط القانون اللبناني امنع، ايه بيجيك مكتوب بعد فتره من الساسام لك اطلع برا من الساسام، روح حصل حقوقك، انت عم تخالف حقوق الساسام. يعني انت ما فيك تتخطى قانون السلام العالمي بواسطه قانون لبناني على اي اساس بدك تمنع ما انت عم تغني اغاني غيرك وانت عم تسمح الفرق الوحيد ما فيك تحطه على البلاتفورمز يعني ما فيك تحطه على انغامي على سبوتيفاي سبوتيفاي على ديزر على شيء بس فيك تغني انا اقول هون جيت انا بدي اغني غنيت مثلا غنيت مثلا بكتب اسمي كبلادي مين صاحبها؟ اللي شوي مزبوط أنا إلي حق أولى هوني. انه انا لي حق اقولها هون التلفزيون هو مو لج انه يقول مرقت هالاغنيه بالديل تبعهم مع السسم بيطلع حقوق للمؤلف هيك بس انه انا لي حق اقولها هلا اذا انا بدي اسجلها بصوتي وانزلها وين ما كان بدي اذن مش منه من الناشر تبعه هو له حق يطلع له الناشر يعني اللي طلع له اياه طبعا يعني بعطي مثل صغير مجمل اعمال الأخ رحباني هن عند شاهين اوكي وكان شاهين ياخذ يعطي عبد الغني يعمل الموسيقى على اخوان حباني يدقوا لهم اياها مثلا هيك يعني هيك مثل ما بده طيب ليه هيدي للبروموشن تبع الموسيقى الرحبانية هيك بتصير بالعالم هو بينوب عنك نوعا عن ما يعني نوعا ما ما انت بتكون مسلمه ومرتاح على الشغل لا شرط انه يجيك مردود اوكي هي هي هيك بتصير الاشياء اذا الناشر اساسي بكل شيء بيصير هون عندنا هلا صايره مخصصه انه ممنوع حدا يلعب لي موسيقى لا ما فيك تقول هيك ما فيك تمنع حدا كل العالم لها حق تلعب شرط بيكون عم يدفع مظبوط هذا القانون يعني هذا القانون يعني بعد ما شيء هلا ب... انا ما بحبش هي الخلافات العائليه بس في شيء عم يطلع من عند ريما الرحباني مثل بيانات او معزيات مع زياد كلام زياد انه ممنوع حدا يغني هذا ما 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 بيطبق لا ما بيطبق طب ليش بيطلعوا؟ شئنوني. شئنوني. هنا بيعرفوا انه يعني لخي اللي مش قانوني يعني يعني مش قانوني اول شيء عم بيطلع مش بوصفه قانونيه عم بيطلع انه حدا بيقول بيقول إيه. انه ايه يعني لا هو مش قانوني يعني انا ما لي حق احط عن حالي قول ممنوع تدقوا موسيقتي ما في انا اذا سجلت بالساسام هذا القانون اذا انا بدي اتصرف هيك بدي اعتذر منه للساسام واظهر لبرا واعمل مؤسسه واحدة ويصير كل ما حدا يدق لي موسيقتي روح له ما فيك تدقها هيك صراحه هيك انا ما لي حق يعني هذا هذا القانون ما عم بحكي انا ما عم بحكي لك راي يمكن عندها واضح أه عم بقول يمكن واحد له حق هذا القانون ما فيش قانون ثاني هذا هو اوكي وبعدين نحن عندنا ناشر ثالث بغض النظر يعني دائما عم ننسى الناشر الناشر الحقيقة لك ما ما تفتح تمك فيك تحتاج انت بس انت مجرد انت منضم منضم تحت لواء شيء اسمه ساسام اللي هي شركه عالميه انت عم تقرر مثل ما بدك لك اطلع منه وعمل اللي بدك اياه بامرك بقدر. ما عندك مشكله ساعتها بتعمل اللي بدك اياه اذا انت ارتكنت للقانون اللبناني مثل كانك عم بعطي مثل صغير بالفيفا او الفيبا الفوتبول او هيك اتحادات ال... بلبنان ما لها حق تلجا للقضاء لتقضي على نادي او نادي يعني يربح بالقضاء على شيء تيجي الفيفا بتقول لحظه انتم القضاء يعني شيء له علاقه بالسياسه بلبنان هذا اكس شيلوه الغينا الفوتبول من لبنان عن العالم ولغينا الباسكت على العالم وصارت دائما بيعملوها هالقد يعني بينهوك هون نفس الشيء بقول لك ما بدك طلع من السمع اللي بدك اياه وسام انا بدي اشكرك على هذه الحلقه بدنا نحكي اذا في شيء قريبا لك او لا, لا, لا اكيد اكيد عنا عنا اول شيء عم نرجع نحضر اكيد الالبوم اللي نازل من ايار بلشنا الالبوم جديد عم نحضره في البوم تاني كمان في اثنين مع بعض وفي حفلات كثير في هون بالعالم العربي وفي بلبنان وفي كمان بأوروبا اكيد في الاولمبيا ب 29 ايار من الله راد وقبلها كمان في جوله بأمريكا الشماليه الله يوفق وشكرا جزيلا لك اعزائي المشاهدين الى اللقاء في حلقات الاسبوع المقبل